بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. إخواني وأحبابي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن الصفة الخلقية الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي صفة الصدق. وقلنا إن الصدق صدقان، صدق في الواقع ونفس الأمر، ويسمى هذا النوع من الصدق بالصدق بالمعنى الأخص، وصدق في الاعتقاد، ويسمى هذا النوع من الصدق الصدق بالمعنى الأعم. وشرحنا ذلك تفصيلا، وانتهينا في المحاضرة إلى أن فريقا من العلماء لا يرى هذا التنوع في الصدق، خاصة في صدق الأنبياء، ويقول إن صدق الأنبياء كله صدق في الواقع ونفس الأمر، وليس هناك أدنى فارق بين أن يكون صادقا في دعوى النبوة أو في بلاغه للأحكام الشرعية أو في الأخبار العادية، فهو صادق في كل ذلك صدق بالمعنى الأخص الذي هو صدق في الواقع ونفس الأمر. واستدلوا على ذلك بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه، سواء أكان الخبر يتعلق بالنبوة والشريعة أو كان يتعلق بأمور الدنيا، لقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كل منطق رسول الله وحي. هذا هو موقف الفريق الثاني الذي لا يرى تفرقة بين الصدقين. ما الدليل على أن الأنبياء ينبغي أو يجب عليهم أن يتصفوا بالصدق؟ لماذا يكونون صادقين؟ ليه؟ قالوا: نحن لدينا أدلة نقلية، يعني نقلية يعني مأخوذة من الكتاب من القرآن الكريم، وأدلة عقلية يعني خاضعة لمقدمات عقلية منطقية. الأدلة النقلية كقوله تعالى: وصدق الله ورسوله، وكقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل العقلي، هناك عدة أدلة حقيقة وليس دليلا واحدا. الأول لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى، لأنه صدقهم بالمعجزة، وتصديق الكاذب كذب، والكذب على الله محال. طبعا لن أدخل معكم في هذا، في حقيقة هذا الدليل، وأنه في المنطق يسمى قياس شرطي، لكن
خلينا نفسره تفسير عادي، تفسير بسيط. لو أنا حكمت بأنه ليس بلازم أن يكون النبي صادقا وجوزت عليه الكذب، لأدى ذلك إلى أن الله ذاته هو والعياذ بالله الكاذب أو الكذاب والعياذ بالله. ليه؟ لك لأن الله صدقه في خبره، فلو كان الخبر كذب ده يبقى مين اللي كذاب هنا والعياذ بالله؟ يبقى الكذاب ربنا عز وجل وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا لو أنا كذبت النبي معناها أن أنا كذبت من أرسله لأنه صدقه. لما يجي يقول أنا نبي ودليل صدقي هذه المعجزة وأظهر الله على يده معجزة، ثم يتضح بعد ذلك أن هذا النبي ليس صادقا، ده كذاب في دعواه النبي، يبقى مين الكذاب؟ أدي معنى الدليل يا أخوانا. لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى، لكان الخبر كذب لأنه صدقهم بالمعجزة، وتصديق الكاذب كذب. طب المعجزة ايش معنى صدقهم بالمعجزة؟ لأن المعجزة هي بمثابة صدق عبدي فيما بلغ عني، أو بمثابة إنه صادق، هي بمثابة ترجمتها كده، تشيل المعجزة وتحط مكانها صادق، النبي صادق، لأن هو الهدف من المعجزة كده، الهدف من المعجزة إن فيها إثبات إن ده النبي. طيب يبقى ده أول دليل ودليل قوي. الدليل الثاني الكذب معصية، وهم معصومون من ارتكاب المعاصي. النبي معصوم لا يرتكب المعاصي، لا تتأتى منه معصية، والكذب معصية، يبقى كيف يكون كذابا؟ أصلا لا يرد عليه الكذب لأنه معصوم منها، معصوم من هذه النقيصة، معصوم من المعصية، يبقى الكذب معصية والنبي معصوم من المعصية، يبقى الكذب لا يتأتى من النبي، يبقى النبي صادق، يبقى النبي صادق. التالت لو كذبوا لما وثق الناس فيهم أو وثقوا بهم فتضيع فائدة الرسالة. وانت بتشوف لو ان عندك زميلك كذب عليك مرة او ابنك كذب عليك مرة او مرتين، يتهيأ لك ان كل خبر يأتي به هو كاذب فيه، تقول لا ده خلاص ده كذاب ده احنا مش هنسمع له تاني، وقد يأتي بشيء صدق وانت تعلم انه صدق، لكن طالما جاء من هذا الرجل الذي يكذب كثيرا فأنت يعني تشك في الأمر. فإذا تبين أن النبي يكذب فكيف نثق في خبره أصلا؟ كيف نثق إن في جنة وفي نار وفي عذاب وفي نعيم وفي يوم آخر وفي ميزان وفي صراط وفي حساب؟ كيف نثق؟ يبقى لابد أن يكون صادقا. أنا بقى أضيف حاجة رابعة، النبي نحن مأمورون بالاقتداء به والتأسي به، ولو جاز عليه الكذب لجاز لنا أيضا أن نكذب، ولكان الكذب في حقنا فضيلة ولا استأهلنا عليه الأجر للعقوبة،
وهذا مناقض لطبيعة الأشياء ومناقض للنصوص التي تتوعد الكاذب. الصفة الثانية التي يجب أن يتصف بها النبي التبليغ. الصفة الثانية التبليغ. احنا قلنا في بيان مفهوم النبي ومفهوم الرسول، البلاغ عنصر أساسي في الرسول، فيجب أن يتصفوا بالتبليغ. طب إيه معنى التبليغ؟ هو إيصال الرسل جميع ما أمروا بتبليغه إلى من أرسلوا إليهم. لا يجوز عليه أن يكتم شيئا، هو عليه البلاغ، يوصل، لكن لا علاقة له بالنتيجة. إن عليك إلا البلاغ، إنما في النتيجة لست عليهم بمسيطر. سيدنا إبراهيم لما ذهب بزوجه هاجر وابنه إسماعيل إلى واد قفر لا زرع فيه ولا ماء وليس فيه بشر على الإطلاق، وبطبيعة الأشياء لا يتصور أن يكون في هذا المكان بشر، لكن الله أمره أن يؤذن في الناس بالحج، فأذن في الناس بالحج، بلغ، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن هل يستطيع أن يكتم ذلك؟ لا يمكن. لما بلغ بأنه ينبغي عليه أن يذبح ولده، هل استطاع أن يكتم هذا البلاغ؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي بدأ به الرؤيا 6 أشهر كاملة، كان يرى الرؤيا وتأتي كفلق الصبح، فهل يكتم شيئا؟ لا يمكن. فهي صفة واجبة ينبغي أن يتحلى بها الرسول، يجب أن يتحلى بها النبي أو الرسول. فيما أمروا بتبليغه، هو في أشياء ممكن ما يبلغهاش؟ نعم. ولذلك العلماء قالوا الموحى به بالنسبة لوجوب التبليغ وعدمه على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم أمروا بكتمانه، يعني أوحى الله إليهم بأمر وأمرهم في نفس الوقت بكتمانه، يعني هذا الأمر ليس للبلاغ، هذا أمر لك لحكمة يعلمه الله. القسم الثاني قسم خيروا فيه بين الكتمان والتبليغ، لم يوجب عليهم البلاغ فيه. القسم الثالث أمروا بتبليغه، قسم أمروا بتبليغه، وكأن الوحي أقسام 3، قسم أمروا بكتمانه، وقسم أمروا بتبليغه، وقسم خيروا بين التبليغ والكتمان. فالتبليغ واجب فيما أمروا بتبليغه، أين الدليل؟
كما قلت الأدلة إما أن تكون أدلة نقلية أو أدلة عقلية. من الأدلة النقلية قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومن ذلك قوله تعالى أيضا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فوصفهم بالتبشير والإنذار وهما لا يكونان إلا بالتبليغ، لا يكونان إلا بالتبليغ. هذا بالنسبة للأدلة النقلية. طب الأدلة العقلية أدلة كثيرة أيضا. أولا لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه لكنا مأمورين وفقا للاقتداء بهم يعني بكتمان العلم، لكنا مأمورين بكتمان العلم، وكاتم العلم أنتم تعلمون أنه شيطان أخرس، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار يوم القيامة، ونقيصة في العالم أن يكتم علمه، إنما صار العالم عالما لينشر علمه على الناس. فلو جاز للنبي أن يكتم شيئا من الرسالة ولا يبلغه للناس لجاز على العلماء أن يكتموا العلم، لكن كتمان العلم باطل لأن كاتم العلم ملعون، فيبطل ما يؤدي إليه من كتمانهم، وهذا أيضا قياس شرطي مقدم وتالي. النوع الثاني أو الدليل الثاني، الدليل الثاني لو جاز كتمان شيء مما أمروا بتبليغه لكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض آيات العتاب. ده وجود آيات العتاب دليل على أنه لا يستطيع أن يكتم شيئا. فلو جاز على الأنبياء أن يكتموا شيئا لكتموا الأشياء التي فيها عتاب من الله لهم، لكن نحن نجد في القرآن الكريم ذكر لآيات العتاب، مثل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه في مسألة زيد بن حارثة، كان يدعى بزيد بن محمد، فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة، عادة التبني، فأمره أن يتزوج بزينب بنت جحش ليبطل هذه العادة الذميمة التي كانت موجودة في العرب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني هذا الأمر التشريعي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الثانية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الآية الثالثة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في سورة الفتح. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فلو جاز للنبي أن يكتم شيئا لكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب الله له، ولكنه لا يجوز، مع العلم أن هذه الآيات لها تأويل ولها تفسير يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وينزه النبي عن النقائص التي لا تليق بذاته باعتباره نبيا وباعتباره خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة الفطانة. ايه الفطانة يعني؟ اقول هذا انسان فطن، يعني انسان ذكي، انسان لماح، انسان يفهم الكلام من قراءة العيون، يفهمك بالإشارة. هذا يقوله بعضنا لبعضنا. الفطانة هي التيقظ، إنسان متوقد، إنسان يقظ، ليس بليدا، ليس خاملا. اللي احنا بنسميها ده نايم على نفسه، هو مش نايم، هو بليد، حركته بطيئة، فهمه بطيء، يحتاج إلى معجزة علشان يفهم. هل النبي أو أحد من الأنبياء تكون في هذه الصفة الذميمة؟ تكون فيه صفة البلادة، صفة التناحة، صفة الغباء؟ لا يمكن. النبي لابد أن يكون فطنا ذكيا، وأن يكون متيقظ العقل وقادا، في عقله حدة ويقظة، وذكاؤه لا يدانيه ذكاء. لماذا؟ لماذا يجب أن تتوفر فيه هذه الصفة؟ لأنه سيواجه ويجابه بالمعارضين والمعاندين والمخالفين والمنكرين، ولابد أن يستوعبهم، ولابد أن يفهم مراميهم، ولابد أن يرد عليهم بما يدحض حججهم. ولن يكون ذلك إلا إذا كان يقظا حاد العقل ذكيا يفهم الأمور فهما سريعا. تخيلوا لو كان النبي غير ذلك، لو كان بليدا أو كان لديه غباء، للعب به المنكرون لعبا، ولما استطاع أن ينهض بأداء المهمة. والنبي صلى والله عز وجل لا يرسل رسولا غبيا، كيف والله هو الذي يربي الرسول؟ الله عز وجل قال لنبيه: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. فكيف يكون غبيا؟ صناعة الله لابد أن تكون صناعة متقنة، ومن الإتقان الذكاء، ومن الإتقان الفطانة، ومن الإتقان يقظة العقل. ما الدليل على أن النبي ينبغي أن يكون فطنا؟
اقرأ قوله تعالى، هذه أدلة نقلية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم عليه السلام جابها قومه كلهم، وسخر من عبادتهم وأوثانهم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وليس هذا فحسب، بل اتخذ موقفا سلوكيا، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وفي آيات أخرى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما جاءوا جادلوه وناظروا، فجادلهم وانتصر عليهم. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. إزاي إحنا نقول الكلام ده؟ إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فلما غلبهم بحجته قال أفتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فلما لم يستطيعوا أن ينتصروا عليه بالحجة والمنطق لجأوا إلى القوة، وهذه حجة الضعيف. حجة الضعيف الذي لا يملك حجة أصلا بالمنطق يلجأ إلى القوة. ماذا فعلوا فيه؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا إلى آخر مقام. إذن فلجأوا، لماذا لجأوا إلى القوة؟ لأنهم لم يستطيعوا مقارعته بالحجة والدليل، فلم يقارعوه بالبيان بل قارعوه بالسنان، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هو يملك أن يجادل، ويملك أن يجادل بالتي هي أحسن. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. إذن هذا دليل على الذكاء، دليل على الفطانة. وما يثبت لرسول يثبت لغيره من الرسل. عقلا لو لم يكونوا فطناء لكانوا عاجزين عن إقامة الحجج. طب إذا 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 كانوا عاجزين عن إقامة الحجج فكيف يثبتون رسالاتهم؟ يبقى إرسالهم عبث، والله لا يفعل العبث. يعني مسألة أن الله يرسلهم هذا يكون عبثا، وفعل الله منزه عن العبث. فعل الله منزه عن العبث، فعل الله كله حكمة وكله علم. فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا إلى الناس لبيان الشرائع والأحكام بعد بيان العقيدة الحقة في الله ورسله واليوم الآخر، كما أنهم أرسلوا لإقامة الحجج والبراهين على إثبات دعواهم وإبطال شبه المعاندين. فلو لم يتحصن الرسل
صلوات الله عليهم وسلامه عليهم بالذكاء وحدة العقل وسرعة البديهة لما استطاعوا الدفاع عن الحق الذي جاءوا به، ولما استطاعوا زلزلة الباطل الذي عاش به وله هؤلاء المعاندون، فضلوا وأضلوا غيرهم طويلا عن الصراط المستقيم. لو لم يتصف الرسل بالفطانة لاتصفوا بضدها من الغفلة والبلادة والغباء إلى غير ذلك، فكانوا ناقصين في العادة، وهذا النقص لا يتفق، وهذه المكانة العالية التي اختارهم لها ربهم كيف يكون في آحاد الناس من هو أذكى من النبي وأشد فطنة منه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصفة الرابعة العصمة أو الأمانة، وهي دي حقيقة أول صفة، ولذلك تجد في الجوهرة التوحيد للقاني وواجب في حقهم لمانة أي الأمانة أول صفة. الأمانة أو العصمة بمعنى واحد معناها إيه؟ معناها الحفظ، عصمه أي حفظه. أما بقول لك خلي الموضوع ده، خلي الحاجة دي أمانة عندك أي احفظها عندك. لما أقول لك سر وأقول لك السر ده أمانة يعني احفظه ما تقولوش لغيرك. أما في الاصطلاح أي اصطلاح المتكلمين، العصمة هي حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن ترك مأمور به ولو ندبا، أو فعل منهي عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، بعد البعثة وقبلها ولو في الصغر. تعريف دقيق يحتاج إلى تفسير وتفصيل. العصمة المقصود بعصمة الأنبياء إيه؟ حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن ترك مأمور به ولو ندبا، وفعل منهي عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى. يستوي في ذلك بعد البعثة وقبلها ولو في الصغر، فهم محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخمر والفجور وغير ذلك من المنهيات الظاهرة. ومحفوظون باطنا من أمراض الباطن، أمراض النفوس، الحقد، الحسد، الضغينة، الكراهية، الكبر، الرياء، العجب وغير ذلك من المنهيات الباطنة. فلا يقع من واحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلاف الأولى، حتى وإن وقع صورة فإنما يقع بقصد التشريع. يعني إيه؟ يعني لا يتأتى من النبي أمر يكون غيره أولى منه،
ولم يفعله. لا يقع منه أمر خلاف الأولى، وإذا وقع في الصورة في الشكل يعني، فهذا ليس بقصد أنهم ليسوا محفوظين أو ليسوا معصومين، وإنما وقع بهدف التشريع، لأنه مشرع، النبي مشرع، بدليل أن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن فهناك طاعة أخرى للرسول غير الطاعة لله، هي من جنسها، لكن النبي مشرع، مش طاعة معاندة لطاعة الله، لا، طاعة مضيفة تضيف إلى طاعة الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية ولم يرد بها نص في القرآن الكريم. إذن فالنبي مشرع، فإذا ما كان التشريع يقتضي أن يفعل فعلا على خلاف الأولى فعله، ويكون هذا الفعل فعل خلاف الأولى في الصورة في الشكل، لكن مش في الحقيقة، لا يتأتى منه حقيقة فعل، هو منهي عنه أو خلاف الأولى أو مكروه، لا يمكن. وعرف العصمة بعض المتكلمين بقولهم هي لطف من الله بالعبد يحمله على الخير ويزجره عن الشر. طبعا هي لطف، كل ما يأتي عن الله فهو لطف، حتى ولو كان في ظاهره غير ذلك، هو لطف من الله عز وجل. حتى المرض لطف من الله عز وجل. فالعصمة لطف من الله، تلطف الله على المرسلين، تلطف الله على الأنبياء، لطف بهم فعصمهم، وهذا معنى يليق بالعصمة. أما الحكماء، عادة كلمة الحكماء عندما تطلق يقصد بها فلاسفة الإسلام، المشائين الذين مشوا على نهج أرسطو، ويقصد بهم على وجه التحديد ابن سينا، لأن ابن سينا يعتبر الشارح الأكبر لأرسطو. نعم الفارابي هو المعلم الثاني، أرسطو المعلم الأول والفارابي المعلم الثاني، لكن ابن سينا هو الذي شرح وفصل وأزاع ونشر وقعد القواعد وقول بالقوالب ورفع الأعمدة وبنى الصرح، بنى صرح الفلسفة في البيئة الإسلامية. فعادة عندما تجد كلمة الحكماء المقصود بها فلاسفة الإسلام، وعلى وجه التحديد ابن سينا. ايه رأي الحكماء بقى في العصمة؟ قالوا العصمة ملكة تمنع العبد من الفجور، وقالوا ان هذه الملكة تحصل وترسخ في النفس بسبب العلم بعيوب المعاصي وفضائل الطاعات، وتقوى في الأنبياء بتتابع الوحي. هذا الكلام لا نستطيع أن نقبله كثيرا. معنى كلمة ملكة يعني نابعة من نفسه، يعني العصمة دي ملكة في نفس الإنسان، في طبيعته، خارجة منه، وليست لطفا من الله، وليست مسألة أتته من قبل الله عز وجل، ولكن هي من نفسه. فلما كانت نفسه نفسا طيبة
ونفسا رقيقة ونفسا شفافة ونفسا مضيئة، استطاعت بهذه الملكة أن تحصن نفسها من أن تقع في المعاصي وأن تقع في الدنايا، يعني من عند نفسه، وهذا ليس صحيحا. العصمة هو لطف من الله وتفضل من الله على النبي، ولولا العصمة لارتكب النبي ما ارتكب الناس من المعاصي. والعصمة فضل الله يؤتيه الله الأنبياء والرسل حتى تتأتى منهم الفضائل ويتنزهوا عن الرذائل. الدليل على العصمة أدلة كثيرة، وهناك بعض الشبهات المثارة حول العصمة، والشبهات يعتمد أصحابها على آيات في القرآن الكريم كعصيان آدم وككذب إبراهيم وكما والآيات التي وردت من عتاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وداود وسليمان إلى غير ذلك ويوسف عليه السلام. كل ذلك سنفصله إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.